بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 13 من شهر ذي القعدة، شهر 11 من عام 45 و400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية، نستفتح هذه الدورة العلمية في فقه المناسك، وهذا الدرس المتجدد في تفسير آيات الحج وذكر أحاديث الحج من كتابي تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله وكتاب عمدة الأحكام، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعم، حد بيقرأ؟ تفضل. الآيات قرأها الإمام، كفانا إياه جزاه الله خير. الحديث قصدي التفسير. تفضل. قال المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ولما فرغ الله سبحانه وتعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. الآية يستدل بقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة، على أمور: أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامها بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا، الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، السادس فيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى، السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر، فلهذا قال: فإن أحصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل. ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. ويستدل بهذه الآية
على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج، ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس له وليس عليه في ذلك من ضرر، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه أو قروح أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو نسك ما يجزئ في أضحية، فهو مخير. والنسك أفضل فالصدقة فالصيام. ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب، فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. ثم قال تعالى: فإذا أمنتم، أي بأن قدرتم على البيت من غير مانع عدو وغيره. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن توصل بها إليه وانتفع بتمتعه بعد الفراغ منها فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما تيسر من الهدي، وهو ما يجزي في أضحية، وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج. ومثلها القران لحصول النسكين له. ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي، ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر الحج. فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام 3 أيام في الحج أول جوازها من حين الإحرام بالعمرة، وآخرها 3 أيام بعد النحر، أيام رمي الجمار والمبيت بمنى، ولكن الأفضل منها أن يصوم 7، 8، و9 و7 إذا رجعتم، أي فرغتم من أعمال الحج، فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصوله إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. واتقوا الله، أي في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية. واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن عصاه، وهذا هو الموجب للتقوى، فإن من خاف عقاب الله انكف عما يوجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يوصله إلى الثواب. وأما من لم يخف العقاب ومن لم يرجو الثواب اقتحم المحارم وتجرأ على ترك الواجبات. بارك الله فيك، شكرا. هذه الآيات 196 وإلى 203 من سورة البقرة، فيها أحكام الحج، ونحن اليوم مع حلول موسم الحج واستقبال طلائع الحجاج، يحسن التنبيه على أحكام الحج وفقه الحج ومقاصده ومسائله حتى يكون الحجاج على بينة
وحتى يكون طلاب العلم متزودين بما يفيدهم، لأن العمل وهو الحج مبني على علم وفقه، فلا بد أن يتفقه الحاج بأحكام المناسك. ما تعريف الحج أولا؟ الحج في اللغة القصد، القصد، وفي الاصطلاح أو في الشرع أو عند الفقهاء رحمهم الله قصد مكة في زمن مخصوص لفعل مخصوص بنية مخصوصة. قصد مكة المجيء إلى مكة، ولا آمين البيت الحرام، قصد مكة في زمن مخصوص التي هي أشهر الحج التي ذكرها الله عز وجل بعد هذه الآية كما سيأتينا، لأفعال مخصوصة وهي أركان الحج وواجباته وكل ما يتعلق به بنية مخصوصة. لابد من أن يكون الحاج ناويا الحج لله عز وجل مخلصا العمل لوجهه سبحانه. شروط وجوب الحج خمسة. شروط وجوب، متى يجب الحج على الإنسان إذا توافرت فيه شروط خمسة. الأول الإسلام فلا يصح من كافر، الثاني العقل فالمجنون ليس عليه حج، الثالث البلوغ، الصغير حجه صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، الرابع الحرية بأن لا يكون رقيقا ولا عبدا عند سيده، الخامس حفظكم الله الاستطاعة. قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا من يسر الشريعة، لأنه إذا كان الإنسان غير مستطيع فالإسلام لا يشق عليه، وجاء الإسلام برفع الحرج، ولهذا لابد من الاستطاعة. والاستطاعة ذكر أهل العلم في أمرين، الزاد والراحلة، والثالث أمن الطريق. ونزيد نحن في نوازل هذا العصر التزام الأنظمة المرعية التي يسنها ولاة الأمر فيما فيه تحقيق مصالح الحجاج، ومنه الحج بالتصريح اليوم من لوازم الاستطاعة. الذي لا يملك التصريح لا يكلف شرعا، وهذا من تيسير الإسلام وسماحته ويسر هذه الشريعة. ويجب الالتزام بالأنظمة التي يسنها ولاة الأمر لتمشيها مع النصوص الشرعية والمقاصد المرعية، ومنها تحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن القواعد الشرعية أن حكم الإمام في الرعية منوط بالمصلحة الشرعية، فللإمام أن يسن من الأنظمة ما يراه محققا للمصلحة. وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية المعاصرة وجوب الالتزام بالتصريح، فيجب على المسلم أن يلتزم، وهذا من الدين وهذا من لوازم الاستطاعة الشرعية. ولا يجوز التحايل على الأنظمة ولا اتباع الحملات الوهمية ولا الذين يروجون
لأمور مخالفة للأنظمة فليكن المسلم على حذر من ذلك حتى يؤدي الحج على الوجه المطلوب. قال تعالى وأتموا، الواو هنا إما عاطفة لأنه ذكر في الآيات السابقة آيات الصيام وآيات الجهاد فعطف عليها في هذه الآيات آيات الحج، وإما أن تكون مستأنفة لبيان أحكام الحج في استئناف جديد. المصنف رحمه الله ذكر عدة مسائل فقهية مهمة في هذه الآيات، منها وجوب الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله. إذا وجب إتمامها في حال البدء فيها فإنها قبل البدء فيها تكون واجبة. وأتم الحج والعمرة لله، والمراد أدوهما تامين كاملين بأركانهما وشروطهما وواجباتهما وآدابهما. ما هي أركان الحج؟ أركان الحج أربعة لابد أن يعرفها الحاج حتى يتم حجه، فلا يتم الحج إلا بمجيئه بالأركان. الأول الإحرام، لابد من الإحرام. الثاني الوقوف بعرفة، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وقال سبحانه فإذا أفضتم من عرفات، فدل على أنها قبل كانت ركنا وأمرا لازما يقوم به الحاج. الركن الثالث طواف الإفاضة، قال سبحانه وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا طواف الإفاضة. الرابع السعي بعد طواف الإفاضة أو السعي للمفرد والقارن إذا كان سعيا مع طواف القدوم. الواجبات سبعة، الإحرام من الميقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى، رمي الجمار، الحلقة والتقصير، طواف الوداع. هذه سبعة واجبات. ايش الفرق بين الركن والواجب؟ الركن ما يتم الحج إلا بفعله، اللي ما يأتي بالركن ما انعقد حجه ولا كمل ولا تم، ويجب عليه أن يمضي فيه وأن يأتي به من قابل. أما الواجب فإن من لم يفعله فإن عليه دم يجبر ترك هذا الواجب، واضح؟ والباقي من الآداب والسنن. ويجب أيضا فقه الإحرام، والإحرام نية الدخول في النسك، وليس الإحرام فقط مجرد اللباس الإزار والرداء، بل لا بد من النية، لا بد من النية. ولهذا الإحرام تعريفه نية الدخول في النسك، فإذا دخل في النسك حرم عليه المحظورات التسعة المعروفة، اللي على سبيل المثال حلق الشعر مثلا أو وتغطية الرأس، تقليم الأظافر، الطيب، الجماع، المباشرة دون الجماع، الصيد، وهكذا من المحظورات، وكذلك عقد النكاح، عقد النكاح للمحرم، كل هذه وغيرها مما ذكره أهل العلم والفقهاء رحمهم الله في كتاب المناسك فإنها من محظورات الإحرام.
قوله لله هذا فيه وجوب الإخلاص. الحج لله، الحج ليس ميدانا للمزايدات أو رفع الشعارات السياسية أو الدعايات الحزبية والمذهبية والطائفية. الحج عبادة، رحلة إيمانية، أجواء تعبدية. لا يخرج الإنسان عن العبادة ولا عن ذكر الله عز وجل ولا عن الواجبات التي والأركان التي هي من صلب هذه العبادة. ثم بعدما ذكر مسألة الإتمام ووجوب الحج ذكر مسألة الإحصار. الإنسان الآن أتى للحج لكنه حصل له عذر كمرض أو ضل الطريق أو عدو، فإنه يكون محصرا. المحصر إذن من الإحصار أو الحصر، وهو المنع، أي منع المحرم من الوصول إلى البيت لسبب أو لآخر. ولهذا يشترط لمن يخشى الإحصار أو يسن لمن يخشى الإحصار أن يشترط، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ولا يجب عليه دم. أما إذا أحصر ولم يكن اشترط فإنه يهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وما استيسر يعني مما جاء به الشرع من بهيمة الأنعام، من الإبل يعني سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاه، فما استيسر من الهدي. قال الهدي حتى لا يأتي بعض الناس يترخصون يقول فما استيسر، يذبح أي شيء وإن كان دجاجة أو أرنب أو غيره. لا، من الهدي يعني من بهيمة الأنعام، من الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حصل له الإحصار فأهدى إلى البيت صلى الله عليه وسلم، فإن لم يقدر صام عن كل مد يوما حيث شاء وله التحلل حالا. أما إذا أهدى فلا يحلق، فيحلق حتى يبلغ الهدي محلة، فلا يحلق ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. محله هكذا القراءة بكسر الحاء، أي زمانه، أي زمانه ومكانه. لا تحلقوا رؤوسكم بالتحلل حتى يبلغ الهدي محلة، حيث يصل الهدي إلى البيت. نعم، والمحل قلنا المكان والزمان، والهدي ما يجب من بهيمة الأنعام. وهناك فرق بين الهدي وبين الفدية وبين أيضا الأضحية، ما تخفى على طالب العلم. الفدية هي ما يفعل عند ترك واجب أو فعل محظور، والهدي ما يساق من الهدي كهدي التمتع والقران، وأيضا هدي الإحصار. والأضحية ما يكون يوم العيد، يوم عيد الأضحى. وكذلك الرابعة العقيقة، وهي ما يذبح للمولود، هذه الذبائح الأربع المعروفة. قال فمن كان منكم مريضا، إذا إن الإنسان كان مريض وأراد أن يفعل محظورا من المحظورات
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه كما في حديث كعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. قال احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أحسنت أو انسك شاه. قال تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهنا يخفى على بعض من يفتي في مسائل الحج، يأتيه حاج فيقول والله أنا قلمت ظفر أظفاري أو حلقت شيئا من شعري أو يعني ارتكب محظورا من المحظورات، فيبادر يقول عليك دم. الصواب في الفتوى أن يفتيه بما أفتى به القرآن، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني تخير بين هذه الثلاثة أمور وأفضلها النسك، يعني ذبح ذبيحة. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم، يعني كان وقت الأمان، انتهى الإحصار، إما انتهى الإحصار أو ليس فيه إحصار أصلا. فمن تمتع، أراد هنا أن يبين أحكام التمتع، وفيه بيان لأنواع الأنساك، وأنواع الأنساك ثلاثة، أنواع الأنساك الثلاثة أو ثلاثة. الأول التمتع وهو الأفضل على قول الجمهور، التمتع وهو أن يجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج، يعمل عمرة ثم يتحلل منها ثم إذا أتى الحج أحرم بالحج، هذا التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فيجب عليه الهدي، فما استيسر من الهدي، ومثله القارن، لأن القارن عمل نسكين حج وعمرة في سفرة واحدة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل الأنساك التمتع أو القران لمن ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أصحابه عملوا العمرة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم، وفي رواية ولا جعلتها عمرة، وما كان صلى الله عليه وسلم ليفعل إلا الأفضل. ويرى بعض أهل العلم أن القران أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى آخرون أن الإفراد أفضل لأنه إفراد للحج فقط فلا يزاحمه غيره. وهذه أمور ولله الحمد والمنة فيها سعة، لكن الذي ينبغي أن يعلم أن القارن والمتمتع عليهما هدي، وأما المفرد فليس عليه هدي. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إذا ما لقي الهدي أو ما وجد الهدي فلا يشق على نفسه، يصوم ثلاثة أيام، السادس والسابع والثامن قبل الحج، ثلاثة أيام في الحج، وإن صامها قبل فلا حرج إن شاء الله، وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني بعد الحج، وهذا من التيسير على الحج. ولهذا قاعدة التيسير لائحة وظاهرة وبارزة في الحج، افعل ولا حرج، وهذا فيه الوسطية والاعتدال، وليس معناه الترخص فيما ليس فيه دليل، بل افعل ولا حرج بما دل عليه الدليل أو ما جاء فيه التخير. نعم. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني التمتع والدم
هدي التمتع يكون لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من أهل مكة. أما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج، يفردون الحج. وحتى لو أن إنسان منهم عامل عمرة ثم عامل حج فليس عليه هدي التمتع، إلا إذا رغب التمتع فهذا أيضا فيه مزيد ثواب، لكن ليس لازما له ذلك الأمر. فما استيسر من الهدي، فإلى قوله فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله، الأمر بتقوى الله وأنت تؤدي الحج، فتراقب الله بفعل الطاعات واجتناب المحظورات. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أوامره وارتكب نواهيه، ثم قال سبحانه الحج أشهر معلومات. هذا فيه مواقيت الحج، ومواقيت الحج تنقسم إلى قسمين: مواقيت زمانية، الحج أشهر معلومات، وهي أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول الجمهور، وشهر ذي الحجة كاملا على القول الآخر، لكن الراجح هو قول الجمهور رحمهم الله. الحج أشهر معلومات، ومواقيت مكانية، وهي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقت ذا الحليفة لأهل المدينة اللي هو أبيار علي، وهو أبعد المواقيت من مكة وأقربها إلى المدينة. الثاني الجحفة لأهل الشام، وهي اليوم يعني رابغ تقريبا، هي قريبة من الجحفة لأن الجحفة اليوم تعداها الطريق فأصبح على رابغ، وهي قرية يعني يذكرها العلماء وأنها قرية خريبة، فمن حاذى رابغ وأحرم فكأنما أحرم من الجحفة. الثالث يلملم لأهل اليمن السعدية، والرابع قرن المنازل لأهل نجد، وهو اليوم معروف السير الكبير أو وادي محرم أو وادي محرم، قرابة 80 كيلو عن مكة على طريق الطائف. هذه المواقيت المكانية: عرق العراقي، يلملم اليمني، ومن ذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبيني. هذه المواقيت المكانية هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن جاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد الحج والعمرة فيرجع إليه، ولا يكفيه الإحرام من التنعيم، وإن لم يرجع إليه لزمه دم. نعم. قال فمن فرض فيهن الحج، يعني دخل في الحج أحرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، 3 أمور منهي عنها الحاج. فلا رفث، يعني الحاج إذا تلبس بالإحرام فلا يقرب أهله الجماع ولا المباشرة ولا مقدمات الجماع، كل ذلك ممنوع عنه، هذا هو الرفث. الثاني ولا فسوق، المعاصي، كل المعاصي والذنوب والخطايا يجب على الحاج أن يجتنبها. ولا جدال، لا جدال في الحج، يعني لا يماري بالباطل ويكثر الجدال
مع أهله ومع زملائه ومع إخوانه ومع غيرهم، بل يجب أن يتأدب بأداب الحج. ومن اللغو والرفث والفسوق والعصيان والجدال تحويل مشاعر الحج إلى ملاسنات أو جدل أو مناظرات أو شعارات أو مسيرات أو مظاهرات أو غير ذلك من صرف الحج إلى غير ما شرع الله ورسوله ومن غير ألوان العبادة. فليحذر المسلم من كل ذلك. وتزودوا، نزلت هذه الآية في أناس كانوا يقدمون من اليمن لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فأمرهم الله بأخذ الأسباب. مع التوكل يؤخذ بالأسباب. يتزود الإنسان، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مهما تزودتم من أمور الدنيا فإن التقوى هي الزاد الحقيقي. واتقوني يا أولي الألباب، أي خافوا عقابي بالامتثال. ثم ذكر سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، جواز الاتجار وقت الحج. إنسان عنده حملة ولا يتاجر بحملة ويبي يحج فلا بأس. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم ذكر بعض أعمال الحج وهي الإفاضة من عرفات، الوقوف في مزدلفة، المبيت في مزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهي مزدلفة، والمشعر الحرام اليوم معروف معلم بارز من معالم المشاعر المقدسة في مزدلفة. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من مزدلفة إلى منى، ثم من منى إلى يعني من منى ورمي جمرة العقبة يوم العيد، ثم يأتي للبيت ويطوف طواف الإفاضة. والنبي عليه الصلاة والسلام رتب الأعمال الأربعة في يوم النحر على النحو التالي: نحر، رمى جمرة العقبة، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف بالبيت. نعم. وأي إنسان زاد أو نقص أو عفوا قدم أو أخر من ذلك قال له افعل ولا حرج. منها حلقت قبل أن أرمي، رميت قبل أن أذبح، وهكذا. وهو يقول صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم بأمته: افعل ولا حرج. وهذا من يسر الشريعة. فإذا قضيتم مناسككم في أيام التشريق، أيام منى، أيام الحادي عشر والثاني عشر، فمن تعجل في يومين الحادي عشر والثاني عشر، يخرج الثاني عشر هو المتعجل، وليس الحادي عشر كما يفهم بعض الناس العاشر والحادي عشر. لا، أيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والذي يتأخر إلى اليوم الثالث عشر ثم يخرج. وبين أن الناس ينقسمون، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق والعياذ بالله، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات الآيات. وبهذا ينتهي الحج. من أحكام الآيات وهداياتها وجوب الحج والعمرة. والعمرة قد اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى وجوبها ومنهم من يرى استحبابها. الذين قالوا بوجوبها استدلوا بهذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله. ومنها أيضا حديث
الحج والعمرة في قصة جبريل، ومنها أيضا في الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا يستأذنه في الجهاد فأمره بالحج والعمرة، وفي النساء أيضا قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. كل ذلك دليل، فمن حج البيت أو اعتمر كل هذا دليل على وجوب الحج لغير أهل مكة، أما أهل مكة فليس عليهم وجوب العمرة، لكن لو فعلوها كان ذلك حسن ومستحب ويكفيهم الطواف بالبيت. ويرى بعض أهل العلم سنية العمرة ويستدلون بهذه الآية، لأن الله أمر بالإتمام ولم يأمر بالوجوب. الإتمام إتمام حين الشروع وليس إتماما من حيث الأصل، والتأكيد له حكم التأسيس. هل التأكيد له حكم التأسيس أو أن التأكيد له حكم مستقل؟ هذه من القواعد التي يذكرها أهل العلم في هذه المسائل. أيضا حكم الإحصار وما يجب على المحصر، باب بيان الفدية وأنها على التخيير في المحظورات، أنواع النسك وأفضلها التمتع وأفضل الأنساك فالتمتع، فقران فإفراد فلتسمعوا، حرمة الرفث والفسوق والجدال في الحج، بيان أشهر الحج ومواقيته الزمانية والمكانية، إباحة الاتجار وطلب الرزق في الحج، وجوب المبيت بمزدلفة، وجوب شكر نعمة الله، بيان أيضا أحكام التعجل والتأخر، مشروعية المبيت بمنى، وجوب رمي الجمار والرخصة في التعجل، وأن التأخر أفضل. قال تعالى لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. الحديث، حديث جابر رضي الله عنه في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها المصنف الحافظ المقدسي في عمدة الأحكام، وذكرها أيضا الإمام مسلم في صحيحه، وهي الحقيقة قصة عظيمة وحديث عظيم. حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، نقف معه بعض الوقفات في بيان فقهه. قال جابر رضي الله عنه: فخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا ذا الحليفة. هذا دليل وجوب الإحرام، لما وصلوا ذا الحليفة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم وأحرم الصحابة معه. وفيه أيضا: فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. فقه الحائض والنفساء إذا وصلت الميقات فإن عليها أن تحرم، لكن لا تدخل البيت حتى تطهر، تفعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. الاستثفار هو أن تشد عليها ثوبا حتى لا يخرج شيء من دم النفاس. نعم، وما تفعله بعض النساء من أنها إذا حاضت أو نفست عند الإحرام لا تحرم، هذا خطأ. المرأة تفعل ما يفعل الحاج إذا حاضت، غير أنها لا تدخل البيت حتى تطهر. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس
كما أرشد عائشة رضي الله عنها، ولما رغبت أن تأخذ عمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يحرم بها أو يعمرها من التنعيم. قال جابر: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. هذا دليل على أهمية التوحيد عامة وفي الحج خاصة. تأملوا آيات الحج في سورة الحج: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. لماذا بني البيت؟ بني للتوحيد، لتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له. أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا هو التوحيد. وفي رواية: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالعناية بالتوحيد يا أهل التوحيد واجب على أهل التوحيد وعلى جميع الناس. وقد ظل قوم أغفلوا قضية العقيدة والتوحيد ودخلوا في قضايا أخرى، وأشد من ذلك أن يدعى أن تقوم الدعوة على غير التوحيد، أو تنشأ دعوات وجماعات على غير الدعوة إلى توحيد الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي إلى دينه وتوحيده وعبادته وإخلاص الدين له. فليتنبه العلماء وطلاب العلم والدعاة إلى الله بأن يعنوا بالتوحيد والعقيدة، وكذلك من يوجهون الحجاج يعنون بهذا الجانب المهم. كيف يوحد الله والتوحيد ويدعو غير الله في المشاعر المقدسة أو عند بيته أو عند مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام، يدعو غير الله أو يتقرب إلى غير الله أو يسأل غير الله في حرم الله شفاء المرضى أو كشف الكربات أو ما إلى ذلك من الأمور؟ هذا من الضلال البعيد والمبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جابر: حتى ثم التلبية والدعوة إلى التوحيد خلاف ما عليه المشركون. المشركون يلبون لكنهم يلبون بالشرك. كيف يقولون؟ يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فجاء الإسلام بالدعوة إلى التوحيد والتلبية الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على هذه التلبية، وكان بعض الصحابة يزيد عليها فلا ينكر عليهم: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، وهو يسمعهم ولا ينكر عليهم، فهو سنة تقريرية. قال جابر: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، يعني دخل البيت الآن، فأول ما يأتي الحاج يقصد الكعبة، يقصد البيت الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام. أتى البيت واستلم الركن الذي هو الحجر الأسود، استلمه. وللحجر الأسود ثلاث حالات: إما أن تستلمه يعني تقبله وتستلمه بجسدك بوجهك وبيديك، وإما أن تستلمه، أن تستلمه بعصا مثلا أو بمحجن أو بأي شيء من الأمور التي تستلمها به، فيقبل ذلك المستلم. الثالثة
أنه لا يستطيع الوصول لاستلامه ولا لتقبيله، فيشير إليه، يشير ويكبر، وهذه السنة، ولا يشير ولا يكبر عند الركن اليماني، فليتنبه لهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام استلم الركن ولا يزاحم، الزحام أذى للمسلمين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كيف ترتكب تفعل سنة وترتكب في سبيل فعلها محرما وذنبا عظيما وهو إيذاء المسلمين؟ فيتنبه المسلم لمثل هذه اللطائف والدقائق والفقه في أحكام الحج. ومن السنة الرمل، الرمل يعني الإسراع في المشي في الثلاثة الأشواط الأولى، والمشي في في الأربع الباقية، هذا في طواف القدوم للآفاق. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مقام إبراهيم وصلى فيه خلفه ركعتين، وهنا أيضا نقول السنة يصلي خلف المقام ركعتين ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لكن لا يزاحم أي مكان فعل الركعتين في الحرم أجزأه ذلك. نعم، وتكون خفيفة. وهنا أيضا التيسير على الحجاج، مقصد التيسير ورفع الحرج في كل أفعال الحج والعبادات ظاهر، التوسعة على الطائفين والمصلين. ثم ذهب إلى الصفا، وهنا السعي بعد الطواف سبعة أشواط، يذهب إلى الصفا فرقي الصفا، رقي ولا رقى؟ رقي، لأن رقي يعني صعيدة صعد، أما رقى من الرقية، فليتنبه لهذا. قال حتى رقي الصفا صلى الله عليه وسلم، فقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. ولهذا يسن أن يصعد إلى الصفا إذا تيسر ويقرأ هذه الآية ويبدأ بالصفا لا بالمروة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيرقى على الصفا ثم حتى يرى البيت ويستقبل القبلة ويوحد الله ويكبره، ثم يدعو ثلاث مرات، ثم ينزل في الوادي الذي هو المسعى، فإذا انصبت قدماه في بطن الوادي يعني وصل إلى العلمين، وهما علمان أخضران معروفان واضحان، فإنه إذا وصلها يسن له أن يسرع بين العلمين الأخضرين، وهذا للرجال فقط دون النساء. نعم، ويفعل على المروة كما فعل على الصفا. وهنا انتهت العمرة إذا انتهى من سبعة أشواط في السعي، ثم انتهت العمرة يحلق إذا كان متمتعا يحلق، أما القارن والمفرد ها يحلق ولا ما يحلق؟ ما يحلق حتى ينتهي من النسك. وهذا دليل على أن أفضل الأنساك التمتع لفعله صلى الله عليه وسلم ولندمه لما انتهى من المروة، أمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وهو لم يحلق لأنه ساق الهدي، وفيه جواز تحويل النسك، من كان قارن يستحب له أن يحوله إلى تمتع، وكذلك المفرد يستحب له أن يحوله إلى تمتع، وجواز فسخ الحج إلى العمرة
بل إن علي رضي الله عنه قال إهلالا بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير وجواز الإحرام من غير تعيين النسك. قال جابر فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. إذا جاء يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة يستحب للحجاج أن يذهبوا إلى منى، وإن ذهبوا قبل أو ذهبوا مباشرة إلى عرفة واليوم من كثرة الزحام والأعداد المليونية لا بأس أن يذهب الإنسان إلى عرفة مباشرة، لكن لو ذهب إلى منى فهو السنة وهو الأفضل يوم الثامن، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، ثم يمكث حتى تطلع الشمس، فإذا زالت الشمس ذهب إلى عرفة من يوم 9، فيقف بعرفة ذلك الموقف العظيم ويكثر من ذكر الله. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فوجد القبة عليه الصلاة والسلام قد ضربت له بنمرة، اللي فيه اليوم مسجد نمرة اللي خطب فيه الخطيب يوم عرفة، هذا مسجد نمرة تراه من الحل، ثم بعد ما يكون في نمرة يدخل إلى عرفة ويبقى بها، يتأكد الحاج من حدود عرفة لأن الحج عرفة، وفيه اليوم الدولة رعاها الله عملت الأعلام والحدود للحرم والحرم والحرمين والمشاعر المقدسة، ويبقى في عرفة إلى حفظكم الله غروب الشمس، ثم ينصرف منها إلى مزدلفة ويصلي فيها المغرب والعشاء وينام، لا يقوم الليل ولا يسهر، لأن وراءه يوم النحر عمل كبير، عنده النحر وعنده الرمي وعنده الحلق وعنده الطواف، فلهذا السنة أنه يبيت في مزدلفة، ويجوز أن يخرج منها من منتصف الليل من الساعة 12، وإن جلس إلى صلاة الفجر فهو أفضل. نعم. ثم بعد ذلك حفظكم الله ينفر إلى منى ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، والنبي عليه الصلاة والسلام رماها ونادى بالناس: أيها الناس السكينة السكينة. فلا يجوز التزاحم ولا التدافع ولا إيذاء الناس بالسيارات ولا بأصوات المنبهات، لأننا في عبادة، يجب أن نستشعر الرحلة الإيمانية وأن نثري التجربة الإيمانية والتعبدية، فلا نخرج بكل أنساكنا إلى غير العبادة. ثم حفظكم الله ينحر النبي عليه الصلاة والسلام، نحر 63 بدنة، جاء بمئة بدنة، نحر 63 بيده الشريفة، ثم أعطى عليا فنحر ما بقي وأشركه في هديه، وهذا دليل على أن السنة أن يباشر الحاج هديه بنفسه، ولو أعطاه البنك اليوم، بنك مثلا البنك الإسلامي للتنمية والمصارف المعروفة التي تستقبل الهدي والأضحية والفدية وهي في مظلة مأمونة وموثوقة، فلا بأس في ذلك إن شاء الله. وجواز النيابة في النحر، النبي أناب عليا فيما بقي ويسن أن يأكل منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ولم يرد في حديث جابر
أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، لكنه ورد في أحاديث أخر. ثم يحل إحرامه إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهو التحلل الأول والتحلل الأكمل إذا فعل ثلاثة أمور، ومنها الطواف بالبيت. وفي الحديث أيضا حديث جابر دلالة على أن السنة أن يكون الطواف بعد النحر إذا تيسر. ونحن لا نشق على الناس اليوم مع هذه الحملات والزحام والأعداد المليونية، والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فينبغي أن يكون شعار افعل ولا حرج شعارا ودثارا للحاج يتمثله في جميع مناسكه على ضوء السنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وأن يحفظ أمنهم واستقرارهم، وأن يجعلهم مؤدين للحج بكل يسر وسهولة، وأن يكفيهم شر حاسديهم وحاقديهم الذين يريدون أن يستغلوا موسم الحج لغير ما شرع الله، إما الإخلال بالأمن أو الفوضى أو المظاهرات أو رفع الشعارات أو الحج بلا تصريح أو أي ذلك من المخالفات الشرعية أو النظامية. نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يحفظ الحجاج والمعتمرين بحفظه، وأن يكلأهم بعنايته ورعايته، إنه جواد كريم. وأن يجزي هذه الدولة المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، أن يجزي خادم الحرمين الشريفين ويسبغ عليه لباس الصحة والعافية، وأن يجزيه وولي عهده على ما يقومون به من جهود في خدمة الحرمين وخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين وزائريهما وضيوف الرحمن، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم، وأن يوفق رجال أمننا، وأن يجزيهم على ما يقدمون من جهود في حفظ أمن الحجاج والمعتمرين، وأن يجزي المرابطين على ثغورنا وحدودنا، وأن ينصرهم بنصره، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين. إن ربي خير مسؤول وأكرم مأمول، وأن يحفظ المسجد الأقصى، وأن ينصر إخواننا في فلسطين، وأن ينصر المستضعفين وينجيهم في غزة وفي كل مكان، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.